السلام عليكم ورحمة الله. عايز أتكلم النهاردة على موضوع دخول أمريكا بدون تأشيرة. إزاي؟ هل ده ممكن؟ أيوة ممكن، بيحصل ساعات. بس قبل ما أدخل في الموضوع في التفاصيل، طبعا أحب أكد إن أنا منصحش أي حد إن هو يعمل الموضوع ده، وهحكي لكم على حكايات أعرفها لناس عرفتهم شخصيا عملوا الموضوع ده، دخلوا أمريكا من غير تأشيرة. أعرف المصريين قابلتهم بشكل شخصي دخلوا أمريكا بدون تأشيرة، وسمعت حكاية واحد تالت بشكل غير مباشر، يعني سمعتها عن طريق حد تاني. فإيه الأول المشكلة في دخول أمريكا بدون تأشيرة؟ إن اللي بيدخل بدون تأشيرة ملوش أي أمل في إصلاح وضعه القانوني جوه أمريكا، يعني هو بيدخل بيبقى مهاجر غير شرعي، وبيفضل طول عمره مهاجر غير شرعي في أغلب الأحوال. اللي بيدخل مثلا بتأشيرة ويكسر التأشيرة زي ما الناس بتعمل، يكسر الفيزا ويقعد، يكسر الإقامة، بيبقى له بعض الحلول اللي ممكن يصلح بيها وضعه القانوني جوه البلد. لكن اللي بيعدي، اللي بيدخل البلد بدون تأشيرة خالص، يعني ملوش أي ريكورد، ملوش أي أثر جوه البلد بشكل قانوني إن هو دخلها أساسا، دول بيبقى فرصهم في إن هم يحصلوا على وضع قانوني ضعيفة، أو يعني مستحيلة، إلا في حالة صدور قوانين خاصة تعدل من وضعه. فإزاي الناس بتدخل بدون تأشيرة؟ وطبعا أكثر شكل شائع للموضوع ده هو الناس اللي بتدخل أمريكا عن طريق المكسيك، عشان الحدود المشتركة مع أمريكا من الجنوب. فملايين في ملايين المكسيكان اللي دخلوا أمريكا بالشكل ده، وبيدخلوا بيعيشوا، في ناس منهم بتعيش عمرها كله، بيعملوا بقى لهم عائلات هنا، وبيولدوا خلفوا عيالهم في أمريكا، وبيموتوا لو يعني هم ما لهمش وضع قانوني. فده شيء مش قليل، يعني عدد مش قليل بيعملوا الموضوع ده. لكن الغريب اللي أنا ما كنتش أعرفه إن في عرب عملوا الموضوع ده، وأنا هحكي لكم حكايتين أنا عرفتهم بشكل شخصي. في واحد مصري عرفت حكايته ما كنت في فلوريدا، قال لي ان هو كان شغال على باخرة قبل ما يجي امريكا اساسا، فكان بيلف العالم على الباخرة دي، وفي مرة الباخرة وقفت في الميناء بتاعت ميامي في امريكا، وتشاء الاخطار ان هو يعرف ينط من الباخرة ويدخل جوه البلد ومحدش ياخد باله منه، ويدخل جوه البلد ويعيش فيها. طبعا ما كانش فاهم الموضوع ان هو ملوش حق ان هو يصلح وضعه لان هو دخل امريكا بدون تأشيرة. المهم دخل وعاش سنين طويلة واشتغل عادي زي ما ناس هنا كتير بتشتغل بشكل غير قانوني، واتجوز واحدة امريكية وخلف منها، وطبعا كان متصور ان هو لما يتجوز المواطنة امريكية لازم هيقدر يحصل على الاقامة وبعدين الجنسية. لكن لان زي ما قلت موضوع الدخول بدون تأشيرة خلاص بيخلي الانسان ملوش اي فرصة ان هو يعدل وضعه حتى لو اتجوز من امريكا. فقعد سنين طويلة متجوز ومخلف ومعهوش اي اقامة قانونية في البلد، لحد ما في سنة 2001، الكلام ده من زمان، صدر قانون اسمه قانون العفو العام، كان اصدره الرئيس جورج بوش اياميها. وكان القانون ده بالذات بيصلح وضع الناس اللي زيه، اللي هم دخلوا بدون تأشيرة ومتجوزين مثلا او لهم ظروف خاصة، فعن طريق القانون ده هو قدر ان هو يصلح وضعه ويحصل على اقامة طبعا جنسية بعد كده. بس القانون ده قانون استثنائي، يعني ما كانش حد متوقعه، وما اعتقد ان هو حتى ما اتعملش تاني بعدها. هو كان القانون ينطبق بشكل رجعي على الناس اللي كانوا دخلوا البلد قبل كده، لكن ما ينطبقش على الناس اللي دخلوا بعدها. الحالة التانية اللي شفتها لشاب مصري كنت اتعرفت عليه في ولاية نورث كارولينا، فكنا بنتكلم، فقلت له جيت امريكا ازاي؟ فقال لي جاء امريكا عن طريق المكسيك، ودي طبعا كانت المفاجاه الكبرى، يعني ازاي يا عم جيت عن طريق المكسيك؟ فقال لك ان انا خدت فيزا لبلد اسمها بليز، بلد مش معروفه قوي، هي في تحت المكسيك بشويه، عشان التاشيره بتاعتها سهله. فما اعرفش يصل حد قال له على الاسلوب ده، فخدت تاشيره بليز، ومن بليز دخل المكسيك، ومن المكسيك بيعدي بقى زي المكسيكان الكتير اللي بيعدوا من عبر الحدود. طبعا مشكلة بقى الموضوع ده مش بس انك انت ما بتدخل ما بيبقاش لك وضع قانوني، مشكلة الموضوع ده طبعا ان هو
في خطر اساسا. الرحله دي نفسها فيها خطر على حياه الانسان، عبور الحدود من المكسيك، تتعدي من الصحراء وفي ظروف قاسيه جدا وفي جو حر جدا، فممكن في ناس ما يقدروش يعني ما يقدروش ان هم يعدوا بسلامه الى الايه. وطبعا غير ان هم لو اتمسكوا بيرجع تاني، وده اللي حصل معاه. هو اول مره حاول اتمسك فعلا من شرطه الحدود ودخل سجن. المفاجاه الاكبر بقى ان هو ما دخل السجن ده، قال لي دخلت لقيت كميه عرب كبيره جدا في السجن. يعني يبدو ان الموضوع مش موضوع قليل ما بين العرب، ان في ناس كتير عرب عملوا الموضوع ده ودخلوا السجن ده اللي هو سجن الحدود. المهم طلع من السجن، قعد فتره وطلع من السجن وحاول تاني، وفعلا المره التانيه قدر يخرج البلد. لكن طبعا المشكله ان هو انا اعتقد ان انا كنت شفته سنه 2002 تقريبا او 2003، لا يا 2003 ما اعرفش ايه ظروفه بعد كده، بس من الفتره دي ما اعتقدش ان في اي قوانين نزلت تعدل الوضع بتاعه. فمعنى كده ان هو هيضطر يفضل طول عمره طول حياته جوه امريكا، ما يبقاش الوضع قانوني، يعني يبقى مهاجر غير شرعي. وده طبعا وضع غير مريح، يعني في ناس زي ما قلت في ملايين عايشين في الوضع ده يقدروا يشتغلوا شغل غير قانوني، لكن ده وضع غير مريح خالص طبعا. وشغلهم نفسه بيبقى له حدود، يعني ما تقدرش تشتغل اي شغلانه، لازم تشتغل في اماكن معينه وفي شغلانات معينه. حاله ثالثه سمعت عنها برضو، عن واحد كان الطياره بتاعته ترانزيت في نيويورك، في مطار نيويورك، وقعد يدخل من الابواب لحد ما لقى نفسه دخل طلع من حته تانية. ودي طبعا حكايه انا شخصيا ما اعرفش اللي عدى بالموضوع ده، لكن يعني يقال لي ان هو فعلا ده حصل. ودي طبعا حاجات استثنائيه، موضوع النط من الباخره وموضوع اللي دخل من المطار دي حالات استثنائيه جدا، لكن موضوع عبور الحدود ده بيحصل كل يوم. ممكن تقول ان كل يوم الحدود المكسيكاني في ناس بيعدوا منها. وزي ما قلت المفاجاه ان انا اللي انا شفتها ان في ناس عرب بيعملوا الموضوع ده. ويبدو كمان ان العرب اللي بيعملوا الكلام ده ممكن يكون عن طريق ناس بياخدوا منهم فلوس عشان يجيبوا لهم مثلا تاشيره بتاعه بليز. وعبور الحدود نفسه عن طريق المكسيك ده طبعا مكلف، يعني الناس اللي بيعملوا كده من المكسيك بيحطوا تحويشه عمرهم كله، وجايز بيبيعوا املاكهم كلها عشان يقدروا يعدوا في مغامره غير مؤكده النتائج يعني. فانا عايز اقوله في الفيديو ده ان لو قدامك فرصه زي كده ارجوك ما تعملهاش. انا عارف ان طبعا في ناس كمان بتعدي زي ما بنسمع، بتعدي البحر في قوارب الموت زي ما بيقولوا. فدي طبيعي، الناس الحربانين مثلا من حروب ومن اماكن فيها خطر على حياتهم ما يقدرش نلومهم كتير. لكن لو انت الشباب اللي ما عندهمش، اللي بس بيحاول يهاجر عشان يصلح من ظروفه او يحصل على فرص افضل، ما تخاطرش بحياتك اولا. ثانيا برضو مش بس تخاطر بحياتك، حتى لو عديت ودخلت البلد بالشكل ده هتدخل البلد وهتفضل طول عمرك فيها ما عندكش اقامه قانونيه. ولو حسبت يعني ما تقولش ما تظنش انك انت مجرد انك انت قاعد جوه البلد بشكل غير قانوني هتبقى بقى احسن من بلدك، لان ما تدخل وتشوف الموضوع ده هتلاقي ان له مشاكل كتير، وهتحس انك انت في سجن كبير، انك انت قاعد مش قادر تعمل اي حاجه بشكل طبيعي يعني. فرسالتي النهارده ارجوك ما تدخلش امريكا بدون تاشيره.